بقول لك ايه؟ ادي المخبر ده شاي وكل مشاريب البوليس على حساب القهوة. حاضر معلم. يلا. تشرب ايه يا حسون؟ سول سول ايه يا جدع انت؟ انا راجل على باب الله. ايه؟ نعم يا عمر، عليا النعمه انك مخبر. روح قول لحضره الضابط اللي بعتك ان المعلمه دنيا قالت الحقيقه وبس، ويبطل مراقبه عني. كنا قاعدين نشرب قهوه يا معلمه ونستريح. روح اشربها في المحافظه يا قاضي. حاضر. وانت روح يوم في حته تانيه. ايه يا معلمه؟ اصل انا بتجيلي حساسية من ناحية المخبرين، كل ما اشوف مخبر يركبني 100 عفريت. ربنا يكفينا شرهم هم اولاد الحرام. طب روح انت القهوة. حاضر. اشربوا ايه؟ وعندك 2 شاي في 50 اوصاي. لا تشرب ايه؟ تسلم رئيس. ينسون وكاكاو وحلب حصى وسحلب. احنا عارفين معلمه دنيا. ليه؟ مؤاخذه بيه ليه يعني؟ ولا مين يعني؟ وادي عطل. ايوه معلم. اخلع انت يا وادي عطل. اهلا وسهلا بالبهوات. اهلا بيك. باقي حياتك الباقيه يا سعاده البيت. ولو ان المرحوم سيد كان يستاهل ان حضرتك تشرفه بالصوان، لكن الحمد لله الحمد لله مستوره. هي دي مستوره. الصوان والعزا والخارجه. أنا عيني مليانة والحمد لله. حضرتك عارفة إحنا جايين ليه يا ست الدنيا؟ ومش عايز أعرف. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. لا عايز أعرف أنتوا مين ولا البوليس مين، وكل حي يروح لحاله. خالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. أنت بتقولي إيه يا ست أنت؟ استنى أنت يا علاء. إيه ما بحستاني؟ لا 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 يا ست الدنيا. إحنا مش مباحث، إحنا زيك بالظبط. وعاوزين نعرف مين اللي قتلوا سيد دعبس، علشان هما اللي خطفوا بنتي. بنتك؟ هو حضرتك لا مؤاخذه تطلع مين بالظبط؟ انا القاضي اللي حكم على سيد دعبس للسجن 25 سنه. واحنا جايين لك عشان تساعدينا يا معلمه دنيا. ما هو انت بقى القاضي اللي حكم على دعبس بالحبس وكنت سبب في موته وفي قتله، وجايين دلوقتي عشان اساعدكم. يا سلام يا اولاد على الدنيا، تحوج اللي مش محتاجين للمحتاج. ارجوكي تسمعينا الاول يا معلم. اسمع ايه ونقلت ايه بقى وزفت ايه؟ ضيعت الراجل وضيعت بنتك. انا عملت الواجب اللي عليا. اذا كان جوزك انقتل فحرام بنتي تموت كمان. لو تقدري تساعدينا باي معلومه نتوصل بيها اليسريه هيبقى جميل، مش هننساهولك طول العمر. هي بنتك اسمها اليسريه يا سي القاضي؟ ايوه. وحيدة. أمها؟ أمها توفت من حوالي 5 سنوات. يا كيف يا بنتي؟ يا معلمة دنيا، أرجوك عاوزين نعرف أي معلومة عن الناس اللي كانت بتشتغل مع سيد دعبس، وتأكدي إن كل اللي هنقوله هنا هيفضل سر بيننا وبينك. شوف يا سيدنا الأفندي، أنا كل اللي أعرفه قلته للبوليس. أنا ست غلبانة وفي حالي، وبصريح العبارة كده شوفوا لكم حد تاني يكون مسنود هو اللي يقول. لكن يا معلمه علاء، احنا مش هنتائر عليكي اكتر من كده. الكارت بتاعي اهو، في عنواني في تليفوني، اذا عرفتي اي حاجه يا ريت تتصل بينا، يبقى كتر الف خير. يلا علاء. لو يسرية جرالها حاجه هيبقى ذنبها في رقبتك. الو. ايوه يا بنتي، مكتب وزير الطاقه. طب وصليني بيه. الو. ايوه يا فندم، انا رئيس التحرير. اهلا يا فندم. لا لا انا مش وزير الطاقه ولا حاجه، انا فاعل خير. بتكلم بخصوص بنت القاضي المخطوفه. هي موجوده دلوقتي في معرض المعوري للادوات المنزليه. مين بيتكلم؟ الو الو.
يا منى اطلبي لي مديرية الامن بسرعة، وشوفي لي علاء هتولي من اي حتة. التفتيش مش هيقلل من احترام الشركه. ايوه بيه، ما قلناش حاجه، بس برضه هيعمل لغط يعني بين الناس، يعني هيقولوا بيفتشوا ليه وبتاع. خلاص هما بيتفتشوا على ايه بيه؟ يعني مش عارف. انا عوري بيه. عوري بيه، اهلا وسهلا يا بيه، انت حضرتك عارفني؟ سلامه ايدك يا بيه، الف سلامه. بيه مع حضرتك؟ فكر ده مش شغلك يعني. ايوه بيه، بس بتفتشوا على ايه؟ هي فزوره؟ كل شيء هنا تمام يا بيه، الفواتير سليمه، مخلصات الجمارك سليمه، كل شيء تمام يا بيه. ايه يا فندم؟ ايه ده بيه؟ هو ده الخيط اللي هيوصلنا للسريه. اذا كان ده الخيط خدوه خدوه، اذا كان هيوصلكوا للسريه. والله العظيم بريه يا سعاده بيه، والله العظيم بريه. بريه يا بيه، انا عايز محامي يا بيه، انا عايز محامي. يا رب مش فاهم. ما تتكلم، انا عمري. قول لها البنت فين؟ بنت يا بيه، والله ما اعرف اي بنت يا بيه. بنت مين يا بيه؟ وظن كمان هتقول ما تعرفش حاجه عن سيد دابس. سيد يا بيه؟ سيد دابس. دابس والله العظيم اعرفه بيه، والله العظيم اعرفه. نعوري. ايوه. قول لنا يا اخويا مين شركائك؟ شركائي يا بيه، المعرض بتاعي لوحدي يا بيه. انا عارف ان المعرض بتاعك لوحدك. ايوه بيه. انا بكلمك على تهريب المخدرات، شركائك في تهريب المخدرات اللي قفشناها عندك في الثلاجات. بريء يا بيه، والله العظيم بريء يا بيه، والله العظيم ما اعرفش اي حاجه، والله العظيم يا بيه. انا عايز المحامي بتاعك، انا راجل شريف سعاده البيه، انا شاري الثلاجات دي بحالتها، والله العظيم سعاده البيه. اشتركي من الشركه اللي انتجتها يا بيه، ومعايا الفواتير اللي تثبت الكلام ده يا بيه، وشرفك يا بيه. مالكش دعوه بشرفي. حاضر يا سعاده. يا الشركات العالمية لما بتنتج تلاجات بتبطنها بالحشيش والافيون، انا عوري ولا ايه؟ والله كانت مفاجأة ليا بيه، زي ما هي مفاجأة لحضرتك يا بيه. يعني مصمم على الانكار. انكار ايه يا بيه؟ هو الحقيقة دلوقتي سموها انكار يا بيه؟ ولسه برضه مصمم انك انت ما تعرفش مكان يسري. والله العظيم عمري ما سمعت بالاسم ده يا سعادة بيه. كداب كداب. أنا كقاضي أقدر أقول لحضرتك مبروك، أنت بريء. أنت عارف المحامي بتاعك هيقول إيه؟ المحامي بتاعك هيقول إن التلاجات بيجي فيها المخدرات مهربة من بره بره بدون علمك طبعاً. صاحبي اسمع، وإن العملاء بتيجي تشتري التلاجات وأنت ما تعرفش جواها إيه. صح صح يا سعادة بيه، أنا مش عايز المحامي بتاعي. بس المرة دي بقى لا. ليه؟ لان المجني عليها هتبقى بنتي. فاهم يعني ايه بنتي؟ اذا كان القانون بيحميك دلوقتي، القانون مش هيحميك على طول الا اذا قلت لي كل حاجه تعرفها، والا بشرفي هقتلك. هقتلك. انا هتكلم يا سعاده البيه، احنا هتكلم. والله يا بيه انا ليا شركه صحيحه بيه. أيوة. وهقول عليهم، بس انا بنت حضرتك يا بيه، بنت سعادتك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها يا بيه. شركائك اساميهم وعناوينهم بسرعه. ثروت. اي. عربيات جاهزه؟ جاهزه. البضاعه تجيبوها من المخزن وتتوزع لنادي طوالي، واتصل بالتجار قول لهم السعر بقى دبل. البوليس مفتح قوي، ده مش عاتق حد اللي من دول. سمين السوق مليان، يبقى لازمته ايه ان يرفع السعر؟
مالكش دعوه انت لا بالسوق ولا بالبوليس ولا بالسعر. انت تشوف شغلك وبس، وتسيبني كمان انا اشوف شغلي. البضاعه تتحمل دلوقتي وتستنوا مني تليفون، اول ما اتصل بيكوا تغرقوا بيها السوق، مفهوم؟ امرك يا توفيق بيه، امرك. نغرق السوق. يعني ما تعرفش اي حاجة عن المصرية؟ والله ما اعرف يا بيه. حش خط فلان فالح اخوي، خدوه لقحوه في الحجز لغاية الصبح ما يتعرض على النيابة. ده اللي بعد صلوة. اتحرك. ماشي. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا ريس. يلا بينا. ورايا. ايه القلع؟ اصحى معايا. ايه القطس ايه؟ وجد. استلم الحصة بتاعتك يا معلم هريدي، ويكون في علمك سعر الفاكهة غلي 200%. ليه بس كده صاروا فيه؟ بلاش، رجع كراتين يلا. ما تزعلش يا سعادة البيه، 200 200، ما تزعلش. الغالي عليا وعلى الزبون. اهو كده تعجبني. الخبر ده يتنشر صفحة أولى من شفت كبير. حاضر. والخبرين دول يتنشروا في صفحة الحوادث. حاضر. يلا أوامر. أهلا. مفيش أخبار عن المصرية؟ لا. وأخبار سيادة المستشار إيه؟ الله يكون في عونه. ربنا يجعله عامر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يجعله عامر. الله، مش دي تصوره المحروسه بنتك؟ ايوه يا ست الدنيا، اسم الله عليها زي القمر. مخطوبه وفرحها كان الشهر اللي جاي. اتفضلي حضرتك، استريحي. ربنا يطمن قلبك عليها ويرجعها لك بالسلامه يا رب.
النبي يا سعاده الفيل. عليه الصلاه والسلام. بقى لما حضرتك جيتني انت وسلافندس علاء، قلت يا بنت تقولي ولا ما تقوليش؟ مخي قاعد يجيب ويودي. كويس. وبعدين يا سعاده البيت، لما شفت تصوير المحروسه بنتك في الجورنال وقريت اللي مكتوب على مرات السيد الثانيه، قلت ما بديهاش، لازم تقولي يا بنت. مش صح برضو كده يا سعاده البيت؟ صح صح يا دنيا. هي العزومه. عزومه؟ عزومه ايه؟ العزومه اللي السيد قال لي اعمليها يا بنت يا دنيا لواحد من الكبارات قوي اللي لحم اكتافنا من خيرهم. اسمه ايه؟ توفيق يا بيه. توفيق؟ توفيق ايه؟ توفيق بيه يا بيه. لا مؤاخذة، أقصد يعني اسم العيلة. معرفش الكذبة خيبة يا سعادة البيه، لكن سي السيد هو بيعزم عليه بالأكل. أيوة. ما كانش بيقول له كل يا توفيق بيه، لا ده كان بيقول له كل يا سيادة النايب، كل يا نصير المظلومين، كل يا حبيب العمال، وكانوا يقعدوا يضحكوا هما الاثنين. الله، أنا أفهم من كلامك ده إن توفيق عضو في مجلس الشعب. لا يا سعادة البيه، ما كانش لسه رشح نفسه في الانتخابات الكبيرة دي بتاعت الطبل والزمر والزيطة والزنبليطة واليوفة القماش. عرفت ازاي يا ست بيه؟ السيد هو اللي قال. بقولك ايه يا ست؟ نعم. هو كان مترشح في انه دايرة يا ست دنيا؟ معرفش يا سعادة البيه. طيب هو نجح في الانتخابات ولا ما نجحش؟ كانت عزومة مهببة بعيد عنك. بعدها سيد طلقني، لا شفت ده ولا ده، ما اعرفش اذا كان نجح ولا سقط. طيب ما قلتيش الكلام ده للبوليس ليه؟ يا بيه انا ست في حالي وما بحبش الكلام. لا، ما هو لو كل واحد عرف حاجه وقالها للبوليس ما كانش بقى ده حالنا يا ست دنيا. انا عايزك تقولي للبوليس كل اللي قلته لي. لازم يعني؟ من فضلك، والا اللي حصل لمرات السيد التانيه ممكن يحصل لبنتي. يا سبتي؟ ايوه. أمرك يا سعادة البيه. أنا توفيق بيه. صباح الخير يا سعادة البيه. ألف مبروك يا فندم، واحد من المهندسين قال لي ما فاضلش إلا ثلاث أدوار بس، ومبروك مرة تانية. البوليس شرب الطعم وقبض على أكبر منافس لينا، البلد ما بقاش فيها غيرنا يا باشا، ورفعنا السعر بنسبة 200%. بس المشكلة دلوقتي يا فندم بنت القاضي، لو سعادتك تريحني وتقول لي اقتلها. وصحيح في اتفاق بينا ان مفيش دم الا في حالات الضرورة القصوى، بس دي حالة منهم يا فندم، زي حالة سيد داعبس بالظبط. قلت ايه سعادتك؟ خلاص اللي تشوفه سعادتك. انا هنزل بقى يا فندم عشان بدوخ من الادوار العليا. عايزك تفرز الصور دي وتدقق فيها كويس وعلى مهلك، يمكن يطلع حد تكون تعرف فيه. حاضر. انا مش فاهم ايه دخل الانتخابات بعصابه مجرمين زي دول؟ هما مهتمين قوي بسياسه البلد يعني؟ الاهتمام يا ابني مش بالسياسه، الاهتمام بالحصانه البرلمانيه. طب والحصانه البرلمانيه دي هتفيدهم بايه؟ لا تفيدهم كتير. الواحد من دول ما شاء الله يسافر الخارج رايح جاي من غير ما تتفتح له ولا شنطه. بس ده تفكير راقي جدا عشان مهرب مخدرات. ومين قال ان مهرب مخدرات ما هو اشرافي؟ ده راكب مصيف وعايش في مكاتب مكيفه
وبيسافر كل سنة يصيد في باريس. أمال إيه؟ أهو أهو يا سعادة البيت، تصويرته أهي. أنت متأكدة يا دنيا؟ هو بعينه يا سعادة البيت، هو ده توفيق. توفيق فهمي سالم محمود دياب، اسم الشهرة فهمي دياب، المهنة صاحب شركة تصدير والزراعات، مرشح عن العمال والفلاحين. عنوانه لو سمحت. لا معلش، دي مهمتنا احنا يا سيادة المستشار. لا اعتقد انه من حقي هذا. ايوه من حقك، بس انت عملت اللي عليك واكتر. ارجوك سيبنا بقى نشوف شغلنا. يلا بينا يا معلم. اتفضل يا عم. فوتكم بعافيه يا بهوات. مع السلامه. طلع سراج وتصدير يا اخويا، الحمد لله ربنا يرضى على الحق. وراهم يا معتزم. حاضر. انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ طب ارن عند القهوة بعد نص ساعه، انا هتصرف. دنيا انت الكلب، خلت القاضي وراح مديريه الامن، كان لازم نخلص منها من زمان. وانت رايح فين دلوقتي؟ راح اصفح حسابي معاها، وانت خد الفلوس وسبقنا على العزبه جايه وراك. الو، صباح الخير يا سعادة البيه. ايوه انا عندي اخبار مش كويسه. ها انا ثروت يا فندم، اخبار وحشه بخصوص توفيق. انا تحت امرك يا سعادة البيه. ايوه 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 جاي لك اهو. ايوه ليه؟ ايوه شاي ولا قهوه ولا كسوسه ولا شاي؟ شاي شاي. كتر خيرك يا سعاده البيت، كفايه لحد هنا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ست دنيا. ربنا يخليك يا سعاده البيت. شكرا جدا. ربنا يطمن قلبك عليها ويرجعها لكم بالسلامه ان شاء الله، وساعتها ازور وابارك واهني بقى. لا ضروري ان شاء الله. فوتكم بعافيه. سلام. الفل يا رجال، الفل. توفيق بيه. دنيا غدارة. معلمة معلمة معلمة. ما بترديش ليه يا معلمة؟ خلاص ماتت، ما عادش قهوة المعلمة دنيا، خلاص قتلوها في وسطكم. ده انا غزل لكم كوبايات كوبايه كوبايه يا معلمة، ما عادش اي ولا اي حاجة يا معلمة، خلاص عايش ازاي من بعدك يا معلمة. قتلتوها يا مجرمين يا لا يا اولاد يا اولاد لا قول فهم دي انا ايه فيه؟ انت اتكلم يا ولد.
لا لا انا اللي ادهولنا يا فندم. طب جهز هو عشان تهاجم. يلا اتفضل. لكن يا فندم ما فيش امر من النيابه. نفذ الامر يا حرصك على مسؤوليتي الشخصيه. اتفضل يا معتز. ولا عايز انا جاي معاك. ايوه بس انا جاي معاك. الفلوس وخلص على البنت. احنا كشفنا يا ثروت. اتحرك يا اخي. شنطة الفلوس ويسرية زمانهم دلوقتي عند سعادة البيت. وسعادة البيت اصدر اوامره عليك يا سعادة البيت. انت بتخرف تقول ايه يا انا؟ ايوه دي اوامر سعادة البيت. اديله بخ. والورادات اللي احنا بنشتغل عنده سلط القروض على بعضيها ولا ايه؟ اما انا كنت حتة الدين غبي. ثروت ثروت الله يرحمك يا توفيق. ثروت ثروت سلم نفسك انت وهو. المكان محاصر. مفيش داعي لاي مقاومة. محدش يضرب. محدش يضرب. انا عندي حصانة. انا فاهم دياب. انا فاهم عندي. يسريه بنتي فين؟ فين؟ بنتك مشينا سعادة البيت. أمال فين؟ بنتك بنتك بخير. هي فين؟ هي فين؟ اتكلم. عند سعادة البيت. بمين؟ اتكلم. سيادة المستشار، ده ايه المفاجأة السعيدة دي؟ هي مفاجأة فعلا. أنا بقالي ساعة بحاول أتصل بك. يا سيدي ألف مبروك. يسري يا رجال. يسري وصلت البيت عندك من شوية يا سيادة المستشار؟ أظن دلوقتي هديت واستريحت. أنا بشكرك جدا يا ناجي إنك حافظت على بنتي وما قتلتهاش، لأنك عارف إن أنا ما كنتش هسكت. إيه الكلام اللي بتقوله ده كمان؟ أستاذ ناجي كل حاجة اتعرفت واللعبة خلاص انتهت. لعبة؟
لعبة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. مش يسرية رجعت لك يا جمالي؟ القضية مش قضية يسرية يا ناجي. القضية قضية سيد دعبس وعزة ودنيا وقضية الناس الطيبين اللي انت بتقتلهم بالسموم اللي بتتاجر بيها. ده اتهام خطير خصوصا انه من غير دليل. لا الدليل موجود. توفيق او بالاصح فهم دياب قبل ما يموت اعترف بكل حاجة. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. لكن هو عارفك وقال لي على اسمك قبل ما يموت. وانا شاهد يا استاذ ناجي. ارجوك مفيش داعي للانكار واعترف بكل حاجه. خلي القانون ياخد مجراه. قانون؟ القانون ده لعبتي. اذا كان القانون لعبه بالنسبه لك فالقانون بالنسبه لي مسؤوليه. وبعدين هنا ما تبص حواليك. انا انصحك انك تعترف وتسلم نفسك. بس بشرط تحموني انا ومراتي وولادي. نحميك من مين؟ لو انت فاهم ان انا في اللعبه دي لوحدي. لا يا استاذ دي سلسله طويله. انا مجرد اشاط بيتلعب بيه ووقت اللزوم بيتركن. لكن انا هقول لك على كل حاجه. هقول لك على الناس اللي متصوره نفسها فوق القانون. هقول لك على الناس اللي متصوره نفسها فوق العداله. بس روح العمارة دي بسرعة. وانت يا سيد معاه. الشارع كله حصروه. البلد كلها. قالك حاجة؟ عرفت منه حاجة؟ عرفت. عرفت حاجات كتير. بلد من غير قانون تبقى غابة. غابة كبيرة جداً.